رأي يعني إذا كان إذا دار هذا اللقاء أو هذا المؤتمر الهام جدا نحل مشكلتين بدل حوالين 10 حوالين لا هديلك بند واحد بس يبقى الناس كلها بتعصر ذهنيا في هذا الحال حول مستقبل الثانوية العامة ولا هو أفضل نظام حول نظام القبول بالجامعات المصرية فقط بس أنا يعني خلينا خلص لو ده وصلنا إلى أفكار وحلول إبداعية وحلول مجتمعية وناس تقول رأيها وأنا بتكلم على ممكن يكون طبعاً أنت بتحاول ما أقصدش إن ده الوحيد لكن أصل هو ممكن لكن أنا مثلاً بنك المعرفة أنا عارف إن ده راح الدكتور طارق بنك المعرفة وكتب الدراسية ده دخلنا في حاجة تانية خالص التنمية المهنية للمعلمين دي هتيجي أصلاً لما نيجي نتكلم على مستقبل الثانوية العامة ومستقبل التدريس للطلاب وهتيجي في مستقبل في القبول بالجامعات لأن إحنا نتكلم على كليات التربية وكليات المعنية بتعداد المعلم المقام الجامعي لكن لما اجي ابص كده الاقي عندي تعريف فني وعندي بحث علمي وعندي احتياجات كل محافظه وربطها بالتعليم والبحوث عندي رياده الاعمال وتاهيل الطلاب في مرحله الجامعه لسوق العمل ده برضو ده عنوان تاني لوحده يعني لما نيجي نقول هل الطلاب بتوع الجامعات او مستوى الخريجين يرقى الى التنافس في سوق العمل ده عنوان طب ايه اللي ممكن يتم حتى نضمن ان خريج الجامعات المصريه هو خريج منافس في سوق العمل وكمان حسب احتياجات سوق العمل انا بربط الخريج بتاعي وتخصصاته يعني انا في احتياج الى تجاريين تاني في احتياج الى حقوقيين تاني في احتياج الى خريجين كليه الاداب تاني ولا حصل تجدس ونسبه البطاله في القطاعات دي بقت اعلى بكتير من احتياجات الدوله انا ممكن اتكلم نظام القبول ونظام التخصصات ده في حد ذاته مؤتمر انا يعني انا في رايي يعني لكن انا دخلنا في حوافز الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار انا عارف ان ده كلام دكتور خالد خريطه للحاضنات التكنولوجيه داخل الجامعات كل برنامج من ده قضيه كبيره جدا النظام ده كله لازم يبقى فيه ترابط يعني ايه بقى ترابط مناهج ترابط يعني معلمين ترابط يعني كثافه فصول يعني أبنية تعليمية يعني تدريب للمعلمين ومين هم المعلمين اللي أصبحوا يدرسوا دي كلها زي ما الدكتور جابر بيقول كده كل دول يطلع منهم أفكار بس هو في نهاية الأمر أنا التارجت بتاعي أو الهدف بتاعي هو تأهيل الطالب في مرحلة ما قبل الجامعية حتى يكون طالب جامعي يمكن أن ينافس التنسيق تعليم عالي ولا تربية وتعليم؟ التنسيق التربية والتعليم تقول في الجامعات دي الاثنين مش مربوطين يعني هو طبعا الدكتور طارق مربع متداخل عايز يخلص من الحكايه دي ويخليها في لكن هنا بقى اللي نسمع افكار وهنا اللي نجيب تجارب دول وهنا اللي تقدر تناقش طب الدول عملت ايه اليابان عملت ايه انجلترا عامله ايه هل عامله 60% درجه على الثانويه العامه اكزت اكزام وعامله 40 درجه للنظام القبول في الجامعات داخل حضرتك كليه هندسه جامعه القاهره يبقى جامعه كليه هندسه جامعه القاهره بتعمل لك امتحان قبول يتحكم في 40 درجه من 60 درجه يبقى انت جايب 60 وجاي لك 40 كليه فنون جميله بتاخد 40 درجه بنظام معين من الامتحان عشان اعمل زي ما انت عايز العالم كله بيعمل بحيث ان انا ما يبقاش العيل اللي جايب 99 في الثانويه العامه هو يصلح ان هو يكون يخش فنون جميله او هندسه وهو ملوش في الحكايه دي خالص يبقى انا عندي جزء بقى ده نموذج يعني النماذج كتيره لكن يعني هي دي بقى الحلول وهي دي اللي مش بقى الحلول بقى هي دي القوه الناعمه من المؤتمر زي ده لتغيير فكر الناس عشان لما تيجي تطبق نظام بعد سنه يكون هناك نوع من انواع التاهيل العام في المجتمع ان احنا اتناقشنا والموضوع كتب تعليق جرايد وان الثانويه العامه ممكن تتغير بالنموذج ده للقبول في الجامعات يبقى هنا في دور مهم للمخرج بتاع المؤتمر او مخرجات المؤتمر كده